تمام كده، يلا بينا. معاكم النهارده من مدينه العالمين. مع اللي فوق ده ده كريس. تصور كريس المصري طائرا بين ابراج العالمين. يا ساتر يا رب يا عم، يا راس ده جميل. يا جماعة ده بيمشي على المية، ده ممكن يعمل أي حاجة. مية يا بيه، ده عدى عليها من الاتنين كان الكبدة كلها اتباعت، ما خلي ولا كل أسبوع يا باشا. نرجح كريم محبة عادل، بس كلام في سرك مش هينا على بعض. أنا كابتن كمان الضبع، مسؤول عشبان المنطقة كلها. لا إحنا بنسأل على كريس. آه، حادث جوه بقاله ساعة. هتخلص يا عم. أنا معرفش عنه حاجة بقالي أسبوعين. آخر مرة اتصل بيا قال لي يا ماما أنا مسافر العالمين، وأنا زي زيكم اتفاجئت باللي حصل. مفيش حاجة اسمها كده. معرفش الولد ده ناوي على إيه الصراحة. للأسف منعرفش حد بالاسم ده. جت عقدة بس. زي ما قلت لحضرتك منعرفش حد بالاسم ده. لا لا لا، مش مدرستنا دي، ولا ستايلنا ولا أسلوبنا ولا طريقتنا. نيكول يا جماعه في ايه؟ انا كنت بتمرن بس على الشوط الجديد مش اكتر. ممكن تقول لنا ايه الشوط الجديد وميعاده امتى؟ يوم 29/7 في مدينه العالمين الجديده. تعالوا هيبقى في العاب اكبر من كده بكتير، ولو انت مش مصدق تعالى وشوف بنفسك وانت بقى قرر بقى ده جد ولا خفه يد. ممكن بقى اعدي ولا اطير من فوق؟ انتظروا كريس المصري في اكبر ماجيك شو في الشرق الاوسط في ليله صاحبه السعاده مع النجمه القديره اسعاد يونس يوم 29/7 بمسرح العالمين. احجز تذكرتك دلوقتي من على موقع تذكرتي. مهرجان العالمين، العالم عالمين.